مشاهدينا تحية طيبة. مطاردة المجهول والحنين للمستقبل هو ما دفعه لتحدي الصعاب والموت أحيانا، فليس في قاموسه كلمة مستحيل، هو ينقب بين طقوس الماضي لمحاكاة القادم ومعايشة الحاضر عبر تسخير هوايته وحبه للسفر والترحال في خدمة وطنه ورفع علم دولته في أرجاء الكرة الأرضية. هو رحالة الإمارات بحق، وهو الذي عشق السفر والترحال منذ صغره، حيث كان والده يصطحبه معه في رحلاته للبر للصيد بالصقور أو للإبحار في مياه الخليج الزرقاء، كما كان حاضرا في رحلات الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم داخل البلاد وخارجها. إنه سعادة عوض محمد بن الشيخ مجرم جاب كل بلاد العالم بصحبة عدد من أعضاء جمعية رحالة الإمارات، وقطع بسيارته مئات الآلاف من الأميال بحثا عن الآخر. هو رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان رحالة الإمارات، وهو رئيس نادي رحالة الإمارات والكثير من الألقاب، ورئيس أيضا مهرجان تحدي الرمدة. أهلا بك سعادة عوض في برنامج للرواق فقط عبر قناة حواس. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم ومشكورين على هاي الفرصه وعلى الاهتمام هذا، وانتم ما شاء الله برنامجكم يعني دائما تستضيفون شخصيات الواحد يستفيد من تجاربهم. وحضرتك رائد في مجال الترحال والسفر، نريد ان نعرف في بدايه هذه الحلقه عن كيف كانت اول رحله، وكيف حسب ما عرفنا ان الشيخ زايد رحمه الله طيب الله ثراه شجعك على خوض رحلتك التي دامت 6 سنوات. هو طبعا يوم نحن نتكلم عن رحلات يسألوني أنا في هذه الرحلة مو بروحي، أنا موجود طبعا في فريق معايا شباب جزاهم الله خير بادروا، ونحن كفريق يعني قمنا برحلة حول العالم بالسيارات، فيشكرون كلهم على هذه الجهود، ونحن كلنا فريق واحد كل واحد يكمل الثاني، وما شاء الله كانوا كلهم خير سفراء في تمثيل الدولة أن فريق يجوب العالم بالسيارات. اللي جارت عام 96؟ 96 بدعم من المرحوم الشيخ زايد. طبعا ولادة الفكرة في هذه الزمان، الظروف غير عن الأيام هذه، يعني ظروف التواصل الإعلامي، الاتصالات في هذه الأيام شوية كانت أصعب. اليوم عندك أنت التواصل السريع، الإيميلات، الهواتف، هذه الأيام لها ظروف شوية مختلفة وصعبة، وأيضا اليوم في ظروف بعد مختلفة. يعني ظروف الأيام هذه يمكن كانت في موضوع الاتصالات شوي صعبة، ولكن أغلب الدول كانت آمنة. اليوم كثير من الدول صارت غير آمنة. بعض الدول اليوم يعني صارت غير آمنة ويصعب للإنسان أنه يجوب العالم، فالتغيرات هذه اللي تصير في العالم يعني تأثر على أي إنسان يقوم برحلات حول العالم. هذه المبادرة بوركت من الشيخ زايد، واليوم أنتم يعني مستمرون في هذا النشاط، كيف تطورت هذه القصة من 20 سنة لليوم؟ وكل إنسان بيبدأ فكرة يعتقد أن فكرة ممكن يعمل لفترة معينة وينتهي. النجاح يخليك يعطيك حافز على الاستمرارية. فنحن طبعا نحن الحمد لله بالبداية بدعم من المرحوم الشيخ زايد، وأعطانا توجيهات ودعم وتوجيهات للسفارات في الخارج بتقديم كل التسهيلات لنا، هذا فتح لنا أبواب كبيرة، وأيضا حسسنا بمسؤولية أن نحن كيف نجوب العالم بالسيارات، وخاصة في هذه الفترة لما تطرحين فكرة من هذه النوع. نحن ما في ناس مثل سبقونا أن نحن نتبعهم أو نقلدهم، وكنا في هذه الأيام نعتبر أول فريق عربي، فكانت المهمة أصعب. كان في صعوبات واجهتكم؟ وصعوبات كثيرة تتذكرها؟ والله كثيرة. يعني كيف أنت أولا أنت لما تتكلمين عن رحلة حول العالم بالسيارات، مو كل إنسان ممكن يتقبل الفكرة في هذه الفترة، ولكن نحن الحمد لله القيادة عندنا هني والشيوخ والحكومة تحفز وتدعم الأفكار في لتعطي اسم للدولة. ودولة الإمارات من أسست وهي اهتمامها الأول ربط علاقات بدول العالم. طبعا أهم شيء في أي إنسان يعمل أي إنجاز، أهم شيء الاستمرارية. يا مناس عملوا إنجازات وبرز بالإنجاز، وبعدين مثل ما تقولين قل عنده الحافز
وبدأ يموت إنجازه. الاستمرارية مهمة صعبة، أن كيف أنا أستمر، كيف أنا أجدد. فلما نحن قلنا حتى الفكرة هي يمكن بطلت هلأ صارت قديمة، بس أنتوا جددتوها بطرق مختلفة. نحن جددناها ولكن تنوعنا. التنوع والتجديد مطلوب. نحن طبعا لما قمنا برحلة حول العالم بالسيارات 6 سنوات من تخطيط وتنفيذ، أيضا بعدها عملنا مهرجان للرحالة. نحن طبعا دائما نتكلم عن أنا كيف أكون سفير لبلدي حول العالم. لما عملنا نحن مهرجان رحالة الإمارات، نحن كيف نكون سفراء داخل بلدنا، كيف نحن ندعي رحالة حول العالم وندعيهم يجون بلدنا، وكيف نحن نعطي صورة طيبة. يعني كيف أنت شفت العادات والتقاليد الأمم المختلفة وشفت الطبيعة، كمان أردت أن تنقل تقاليد وعادات بلدك الإمارات أنهم يزورونا. فنحن عملنا دولة الإمارات مدينة دبي بالأخص، لأن مدينة دبي معروفة بأنشطة رياضية دائما موجودة ومعارض والتنوع يعني. فنحن لما طرحنا الفكرة كمهرجان الرحالة بدعم من ورعاية من سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم، يعني للسنة كم هو؟ طبعا 6 سنوات نحن عملنا، وكل سنة هو حدث سنوي. فنحن نجمع الرحالة والمغامرين مثل ما يكون عندنا فيلم فيستيفال وأنشطة أخرى. نحن كنا نحن في مجال الترحال، فعملنا مهرجان رحالة الإمارات ملتقى وكان المقر في دبي. فهذه الرحالة حول العالم بأنشطة مختلفة، كل واحد عامل مغامرة، اللي بالسيارة، اللي بالدراجة، اللي يعني رحلات بحرية. هذا نحن نستفيد من تجاربهم، وهم يستفيدون من بعضهم نفسهم. لما يجون هني ما يتوقعون أنهم هم ممكن يكون هذا التجمع عندهم، وكيف يستفيدون من تجاربهم. طبعا نحن نختار النخبة. كيف بتختار ومن بدينا نحن؟ هل النادي له دور بالاختيار نادي الرحال؟ طبعا طبعا نحن كنا نحن عندنا خبرة في مجال الترحال. نحن نعمل بحث حول العالم كل سنة، فنشوف فئات مختلفة، اللي بالدراجات، اللي بالسيارات، اللي الرحلات البحرية والتسلق، ونختار نشوف صورهم، نشوف أنشطتهم، نشوف حتى أسلوبهم وسلوكياتهم، وبين كمية معينة نختار الأفضل وندعيه. لما ندعيه يتكلم عن تجاربه، وأيضا هذه اللي يكونون محفزين يعني للناس اللي يقابلونهم. فزاد عندنا عدد المواطنين في حب المغامرات وال. هل في رسالة مشتركة بين رحالة الإمارات ورحالة العالم؟ طبعا طبعا، لأن احنا قمنا برحلة حول العالم بالسيارات، رحلات استكشافية، ومرينا بظروف، واجهنا صعوبات. فنحن كل طريق أنا أمر فيه، الصعوبات اللي أمر فيها أيضا هم مروا بنفس الصعوبات بنفس الطرق، ولكن بطرق مختلفة. مثل ما قلت لك، حد بالدراجات، حد بالبايسكل، حد رحلات. فالملتقى هذا اللي احنا نجلس فيه، أولا نعطي انطباع جيد عن دولة الإمارات ومدينة دبي في أن نحن عملناه لهم هذا المهرجان. ليش؟ لأن الرحال أو أي إنسان من غريزته يحب التقدير، يحب الاهتمام، هاي غريزة في الإنسان. يحب الاستكشاف كمان. يحب الاستكشاف أو المغامرة. يحب الاستكشاف، بس بعد ما يحقق أي إنجاز يحب الاهتمام. فنحن مهرجان رحالة الإمارات مثل يوم تقولين أنت واحد عامل لوحة يرسم. إذا هاي الرسم اللوحة خلاها في البيت بتكون منسية. فلما يعرف أن في معرض وعرض لوحته وصار لها اهتمام، هذا طبعا شيء جميل. هل سعادة عوض أنت يعني تلقي الضوء على ناس يمكن ما بقى مسلط الضوء عليهم، يعني هم منسيين نوعا ما، أو مش يعني ما لهم علاقة بالعالم العصري أو التكنولوجيا؟ بقول شيء، الرحالة طبعا طرق المواصلات والرحلات قديمة اختلفت، طرق الرحلات حين اختلفت طريقة المواصلات. فيه رحالة يعني عملوا رحلات وكانوا منسيين، ما حد مهتم فيهم، سواء عرب أو مواطنين أو أجانب. في هذا المهرجان يعني ما تصورين كم كانت ردة فعلهم، وفرحانين لما نحن نستضيفهم ونقابلهم ويقابلهم الإعلام ويحصل فرصة أنه يتكلم عن إنجازه. فما تصورين كيف ردت فعلهم وفرحتهم بهذا
هل هناك شعار معين يجمع بين هؤلاء يعني هذه التجارب، أنك أنت تريد أن توصل فكرة إنه العالم هو connected متواصل؟ أنا أريد أفهم ما هي الرسالة بالضبط. أوكي، الرسالة أولا هم لما كل واحد يجي من جنسية مختلفة، للأسف نحن نعيش في وضع بعض الإعلام في دول العالم أعطي صورة مش جيدة عن بعض المناطق في الشرق الأوسط، فنحن الملتقى هذا بجنسيات مختلفة يصير فيه ألفة ويصير فيه تبادل معلومات وتبادل ثقافي وحضاري ما بين الرحالة لما يلتقون هني. وأيضا بعد هذا الملتقى هم لما يرجعون كل واحد ينقل صورة وانطباع جيد عن هذه. يعني أنا بعطيك مثل، في كان رحال، طبعا أنا بوضح كلمة رحال، الرحال هو السائح، لما أي إنسان بيزور بلد بيصور برحلة سياحية، أما الإنسان لما يدخل رحلات استكشافية بشكل أكبر يقطع هاي الطبيعة وآلاف الكيلوات سواء بالدراجات أو بالسيارات أو بيدخل يعني في مرحلة أصعب وتحدي، يعني يدخل بأماكن غير مأهولة تدخل في استكشاف تحدي، هذا يطلق عليه رحال. رحال هو مرحلة أنه أعمق في مجال الأسفار ويكون فيها تحدي أكثر، حد من الناس تحب هذا التحدي لا يوصل إلى هدف معين. مثلا يوم الناس اللي تسلقوا إيفرست كيف الرحلة كانت ونفس الشيء. فكنت أنا سامحين حق أنا ما يروح عني الموضوع، ففي اثنين كانوا من نيوزيلندا وعايشين، عملوا رحلة في سنة 65 أو 61 رحلة حول العالم بالفلكس ويغن هو وزوجته. هو كان عمره حاليا فوق 80 وهي 81 وهي تقريبا 85، فهي رحلة عملوها في الستينات. فنحن عملنا بحث أن نحن أقدم رحلة بالسيارات في العالم، فطلعوا هم في فلكس ويغن مو لافين كل العالم، تقريبا نص العالم. فلما ادعيناهم ما تصورين كيف فرحتهم كانوا، أنهم ناس منسيين وعاملين هذه الرحلة وما زال هو وزوجته. فلما ادعيناهم هني وجوا، تعرفين كبار في السن وحركاتهم بطيئة وكيف هم يعني كانوا سعيدين. أنا أذكر لما طلع على المسرح وكرمناه صورنا معه، أطلع الزوج وأنا أعطيه الشهادة وصور معه صار يبكي. حرام. فقلت له ليش تبكي؟ قال أنا كبرت في السن وأنا ما توقعت فيها السن واحد ممكن أن يعطيني أمل مرة ثانية أن يهتم فيه أو تقدير. أنت بعد هذا التكريم أعطيتوني حافز أكثر، حسستوني بأهمية إنجازي وحسستوني أني أنا اليوم أفكر أعمل فيلم أو أعمل كتاب عن رحلتنا. فالحمد لله المهرجان كان وايد محفز ومؤثر لهم كلهم، وأيضا كانوا فئة بسيطة من المواطنين. أول ما بدينا اليوم عدد المواطنين اللي عملوا الرحلات حول العالم ما شاء الله برزوا بشكل كبير في السنوات الأخيرة. أيضا سعادة عوض، أمتوا بتنظيم فريق أو إنشاء فريق ليتسلق قمة كلمنجاري، هم ها ناشئين يعني تحت 12 سنة أو الأفرج هو يعني 12 سنة. كيف كانت هذه التجربة وشو انعكاساتها على الشباب الإماراتي؟ والله نحن يعني في كل رحلة، يعني رحلة الأطفال كانت تستهدف العوائل ونستهدف المدارس وفئة الأطفال، لأن اليوم فئة الأطفال كثير مهتمين بالإلكترونيات وما عادوا يرتبطون بالطبيعة كثير مثل ما نحن يعني ربينا في الصيد والرحلات وهذا. فعملنا لهم هذه الرحلة بالتنسيق مع إحدى المدارس هني ووزارة التربية والتعليم، أن نحن أخذنا تقريبا فوق 20-25 شخص دربناهم في رحلات محلية واخترنا النخبة الأفضل. كانوا هم بعد في ناس بيسيرون أكثر ولكن ارتباطهم شوي مع عائلتهم، ولكن هذه الفئة اللي نحن أخذناها عملنا لهم رحلة في تسلق كليمنجارو، عمارهم طبعا 12 سنة كيف يسلقون أعلى قمة في أفريقيا ويواجهون الصعاب، والحمد لله حققوا
كأصغر فريق في العالم يتسلقون. طبعا هذا الفريق لازال يعني ممكن يعمل نشاطات أخرى جديدة. والله نحن عملنا لهم هذه الرحلة، فكانت عندنا صعوبة أن نختار هذه الأطفال ونحن نقنعهم، ولكن بعد ما تسلقوا وحققوا الهدف صار تأثروا الأطفال اللي معاهم في المدارس وصاروا يعاتبون أهلهم أن ليش ما أخذتونا وليش خاصة بعد ما حصلوا الاستقبال في المطار. ونحن هدفنا تحفيز الشباب لمواجهة الصعاب والقدرة على تمثيل بلده في أي مكان في العالم يعني، وبأنشطة يعني أن في مجال حضرتك عشت في الولايات المتحدة ودرست هناك، هل كان في شيء أثر فيك من التجربة الغربية بأنك تنقلها إلى الإمارات؟ يعني حب الاستكشاف والمغامرة هل كان معك منذ الجامعة مع رفاقك خلال الدراسة؟ طبعاً أنت لما تعيشين هنا في بلد عربي وبين أهلك وكل شيء متوفر لك، فالإنسان لما يعيش في غربة طبعاً يعتمد على نفسه بشكل أكبر، يتعلم. أنا يوم سرت أمريكا كنت صغير، فهذه اعتماد على النفس، الغربة شيء طبيعي تسقل الإنسان، وأمريكا دولة متطورة والنظام هناك يعود الإنسان كيف يكون نظامي. شوفي دولة الإمارات الحين ما شاء الله متطورة في الخدمات وفي الأنظمة، فكثير من الناس لما يجون الدولة هنا عندنا ويعيشوا فترة معينة يتطبعون بنظام البلد، كيف القوانين، كيف الالتزام. لأن نحن في رحلاتنا حول العالم مرينا بدول راقية ومتقدمة ونظامية، ومرينا بدول يعني غير آمنة وفساد وغير قانونية. فأنا كيف أنا بس عندي أتعامل سؤال. مع هاي الظروف، هل كان عبور الحدود كان يشكل عائق أمامكم؟ طبعا في بعض الحدود نحن نعبر نيل الساعات، في بعض الحدود نحن ناخذ ايام. يعتمد على بعض الاحيان يسالوننا عن الكاميرات، شو نحن بنصور، اوراق السيارات. يعني كل دوله تختلف ظروفها عن الدوله الاخرى، فنحن كنا بين فتره وفتره لازم تينا مشكله كيف نحن نواجهها، كيف نتعامل معها. مش بس قوانين البلد، ظروف البلد البيئيه. أنت تين يوم في يوم واحد بلد جوه جميل، تين بعد كم من يوم عبرتي منطقة مرتفعة دخلتي إلى مناطق ثلجية. كم بلد زرت بالست سنوات هيدا اللي حكينا عنه؟ والله نحن غطينا كل قارات العالم، أنا شخصيا فوق 100 دولة. الحمد لله. يعني لاحظت عبر متابعتك عبر السوشيال ميديا أنك عامل جائزة للي بيسافر أكثر من 100 دولة. هذا شيء جديد. ترى نحن لما نتكلم من 96 لين حين الحمد لله نحن الله وفقنا أن قمنا برحلة حول العالم بالسيارات 6 سنوات، بعدها عملنا مهرجان الرحالة أيضا 6 سنوات. هذا المهرجان بعد ما نجح 6 سنوات هني صنفونا كأكبر مهرجان من حيث التنوع الجنسيات. يعني في أوروبا في مهرجان للرحال ولكن يكون مثل للألمان أو للهذا، فنحن كنا يعني متنوع انترناشنال. فنقلنا هاي فكرة المهرجان إلى ميلانو إلى إيطاليا، ونفذناها في أبريل أول مرة بالتعاون مع فريقنا أن عملنا مهرجان ميلانو الأول، ونحن زودناهم بالرحالة حول العالم، وكان ناجح بالتنسيق مع قنصلية دولة الإمارات. أيضا تحدي الرمضة اللي كان تحدي الرمضة حنحكي عنه بعد الفاصل. أنا اللي حاضرة عدة دورات من تحدي الرمضة، بس بدي أسألك قبل ما نروح للموضوع الشيق وفوائد الطبية حنحكي عنه. قبل يعني بال 96 بعد ما رجعت أسست مكتب إعلامي توثيقي وتعمل فيه أفلام وثائقية وإعلانات، وأردت من وقت الربط بين الإعلام والرحالة. شو هو الشيء المشترك اللي بينهم؟ والله دائما أي إنسان بيسافر أو بيكتشف أو بيعمل رحلات التغطية الإعلامية مهمة جدا. أني أنا كيف أنقل هاي الصورة. فأنا يعني بدايتي كنت أحب دائما السفر، وأحب يعني أني أصور في بعض من دول العالم، ولكن مثل ما تقولين ربط الأنشطة الإعلامية مع الرحلات وطلعنا بفكرة في فكرتنا حول العالم. ولكن
النقطة غير يوم أنت تسيري وعندك الفريق الإعلامي الزوري دولة بالطيارة في منطقة معينة والصوري، غير أنت لما عندك فريق إعلامي قاطعة آلاف الكيلوات قاطعة أفريقيا كلها بالأشهر. هني يتطلب منك طاقة، لأن نحن جزء من الأفلام الوثائقية، لأن نحن نمر بظروف، نمر بصعوبات، نمر بتنوع يوميا، فنحن الهدف منا تصوير. وكل ذلك مؤرشف وموجود. مؤرشف طبعا، نحن عملنا أفلام وثائقية عرضت في تلفزيونات الدولة محليا وخارجيا. نعم. ودائما نحن نصور أهم الأحداث اللي نحن نمر فيه، لأن أصلا الفريق نحن فيه أحمد العور أخونا مسؤول خرائط، في أخ ثاني يعني عبد الباري بن سوقات كان كمصور في الأمور الإعلامية، وأنا بالبداية يعني تعلمت منه التصوير، في أخ محمد العامري بعد أمور التنسيق، أخونا أحمد بن حارب في مواضيع في موضوع الميكانيكا. فالرحلة كلها كانت موزعة، كل واحد عنده متكاملة. مهمة هي كيف نحن نرتب. شي مرة أكلت حية؟ أكلت حية وين كان الحية؟ شي مرة هيك يعني أكلت شي غريب أول مرة بتأكل بحياتك؟ طبعا أنت لما تمرين في هذه الدول تمرين بأكل يعني مختلف، تمرين بجو مختلف، يعني مثل في أندونيسيا في جاكرتا، نحن طبعا أي دولة نوصلها نخبر السفارة، يعملون لنا مؤتمر صحفي، يقدمون كل الخدمات، يعطونا النقاط المهمة اللي ممكن نزورها كمناطق تاريخية أو سياحية. في يوم ممكن نحن في أندونيسيا نمنا في 5 نجوم، اليوم اللي بعده بعد ما قطعنا في بعض القرى نمنا في فندق في قرية الليلة $10. يا عين. زين. وهني كيف أنت تنامين في 5 نجوم، تنامين بالسيارة، تنامين بالخلاء، تنامين بال. فأنت. هذا اللي في القرية اللي في أندونيسيا كنا نسبح نطلع الماي من بير الماء، من إحنا نسميه الطوي هذا، فنسبح نطلع الماي ونسبح في الحديقة ونمشي. الإنسان كيف يأقلم نفسه مع هذه. تسبحوا يعني تأخذوا شو يعني. نسبح. استحمام. يعني. أنت هني ولا فهمتي لهجتنا؟ لا 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 فهمت الحمد لله. أنا حتوقف مع فاصل قصير، وبس بدي أذكر أنه الرحلات اللي عملتوها كانت بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد النهيان، صحيح؟ صح. وأيضا بحضور الشيخ حمد بن حمدان النهيان طبعا. بعد الفاصل رح نحكي هاي النقطة ونتحدث عن تحدي الرمضة. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، سنعود الرواد. عدنا الرواد. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مجددا، نستكمل حوارنا مع سعادة عوض محمد بن الشيخ مجرد. كنت عم نحكي قبل الفاصل، بدنا نعرف شو وصاك الشيخ سيف بن زايد، يعني سمو الشيخ، شو كان اهم النقاط؟ كان هو موجود على الانطلاقه، شو قال لكم يعني؟ تتذكر كلمته اللي حفرت في ذاكرتك حتى الان؟ هو اول شيء نحن بالبدايه يعني هذه السنة صادف اليوبيل الفضي لدولة الإمارات، ونحن أهم شيء عندنا كفكرة جديدة كيف نقنع الجهات الرسمية بهذه الفكرة. الحمد لله يعني الجهات الرسمية دعمت الرحلة، وأيضا الانطلاقة كانت بحضور سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، وصونا طبعا ان نحن كيف نكون خير سفراء في رحلتنا. حضورهم طبعا كان دعم كبير لنا وحافز، واعطونا توجيهات ان نحن كيف نمثل دولة الامارات بالصورة المشرفة. نادي رحالة الامارات اضاف لنفسه انجازا كبيرا، وهو تصنيفه من قبل مهرجان رحالة شيك العالمي، تصنيفه بالمركز الاول عالميا. هيدا يعود إلى أي جهود؟ يعني تضافر الجهود والمثابرة وماذا أيضا؟ نحن الحمد لله لنا ارتباطات يعني خارجية مع أنشطة وجهات يعني في مجال الترحال، فنحن دعينا أحد المسؤولين في مهرجان التشيك،
زارنا هني وأعجب بترتيب مهرجان الرحالة، وكان هو فرحان أنه شارك معنا وشاف جنسيات مختلفة وإنجازات مختلفة من رحالة حول العالم، وقدر شو نحن عملناهم عملنا لهم، كيف نحن جمعنا الرحالة حول العالم في منطقة معينة لنثري ليثرون الساحة بتجاربهم وبمعلومات عن هذه. فهو بعد ما رجع وخذ معلومات كثيرة عنا، نحن عندنا المكتب الإعلامي، فأصدروا لنا يعني شهادة بتصنيف مهرجان رحالة الإمارات بعد ما عملوا بحث أن المهرجان الوحيد في العالم اللي يجمع الرحالة صاحبي الإنجازات العالمية من حيث تنوع الجنسيات من الرحالة والسفر والترحال إلى تحدي الرمضة. كيف نشأت الفكرة؟ لازم ننتقل من سيارات إلى الرمضة إلى الحمد لله يعني أن إنجازات الله وفقنا فيها في 20 سنة الماضية. تحدي الرمضة هو المشي على الرمال، وشفنا أكثر من دورة حتى وصلتوا إلى سلطنة عمان وأستراليا. صحراء أستراليا إلى مدينة دبي، إلى مدينة العين تحت رعاية سمو الشيخ سعيد بن طحنون، وأيضا في دبي تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وبعدين نقلنا إلى أستراليا مدينة ألس سبرينغ بدعم من سفارة دولة الإمارات. وصلتني عمان؟ ما زرتها؟ إن شاء الله في المستقبل. يمكن زرتها كرحلة استكشافية، ولكن رحلة بس الرمضة يعني في مدينة دبي والعين. هل تتوقع تحدي الرمضة يصير عالمي؟ وعلى ماذا يقوم هذا التحدي؟ يعني شو مفهوم المسابقة؟ نحن طبعا مثل ما قلت لك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم دائما يحفز الأفكار الإبداعية، الأفكار المميزة. وإذا بتشوفين يعني اللي صار في دولة الإمارات في مدينة دبي، الأفكار اللي صارت واللي طرحت فكرة يعني أفكار محلية من صنع ما شاء الله الشيخ محمد، مثل جزيرة النخلة مثل فأفكار كثيرة، وأيضا الناس اللي عايشين هنا جزر العالم كمان جزر العالم، فتبنوا الحكومة أو مدينة دبي دائما تشجع وتحفز الأفكار الإبداعية، والشيخ محمد دائما فهني تخلق عند الشباب وعند الناس. وفي شهر الرياضة اللي بيعمله سمو الشيخ حمدان، سمو الشيخ حمدان بن محمد بعد ماشي على نفس الطريقة، دائما يحب تحفيز الأفكار الإبداعية. فنحن لما طلعنا بفكرة محلية فيها تحدي أن نحن كيف نمشي على الرمال الصاخنة، كيف نحن نستغل الصيف هذا اللي ناس تهرب منه ومن الحرارة نحوله إلى تكون في أنشطة رياضية سياحية. هي طبعا هذه معاكسة للفكر لفكرة الناس اللي يسبحوا بالمياه الباردة في أوروبا وفي روسيا، أو اللي بيحطوا الثلج اللي يتحدوا هذا، يعني كيف يتحدوا البرودة. نحن هني كيف نتحدى؟ طبعا هذه ظروفة وقوانين يعني شيء مرتبط بالأصالة والتقاليد والعادات الإماراتية أو العيش كيف كانوا يعيشوا سابقا. هو الهدف من هي ما فيها هدف، هدف عدة يعني عدة أهداف، لأن أنت يوم تطرحين فكرة لازم تستمر، لازم تنجح، وإذا ما نجحت ما بتستمر، والنجاح مو عندي أنا، الجمهور هو اللي ينجح. إذا بيتقبلوها كيف يتم التفاعل معها؟ أول ما ناقشنا الموضوع دائما في أي نشاط رياضي الناس تبحث عن الجو الجميل المعتدل، فكيف نحن نقنع ناس فوق 40 درجة الحرارة أن يجون ويشاركون في مناسبة أو تحدي من هذا النوع. والله نحن روحنا تفاجأنا، يعني طرحنا الفكرة فما توقعنا، يعني نحن بالبداية توقعنا 50-100 شخص، جانا 3 أضعاف أو ضعفين الحضور. هلا قديه في تقريبا؟ والله حين كل مره يحضرون مش اقل عن 500، وصلوا الى 1000 حتى اخر مره في السنه. بس هي لا اكثر لا من نحن لا نحن 3 مرات نعملها في الصيف، لان هي تحتاج تجهيزات. وطبعا هي فيها نواحي تنافسيه، وفيها نواحي طبيه، وفيها تنافسيه وطبيه،
وايضا فيها احياء ألفة او احياء، لا هي مش احياء، هو طبعا لها ارتباط بالتراث، ولكن نحن نذكر الاجيال هذه كيف كانوا اهلنا قبل والناس عايشين في الصحراء كيف عانوا. الحين نحن لما ننقلهم نقول لهم تعالوا في المسابقه، يا اخي حر وانا بتعب وبتودونا في الشمس، هني انت تذكر اهلك قبل كيف عانوا وكيف عاشوا في هاي الظروف الصعبة. أنت اليوم لا تعيش في كل التسهيلات والرفاهية وتنسى أن أهلنا، فنحن نحاول أن ننقل هاي الأجيال اللي شوي صايرة. بس الحلو أنه في مشاركة أجنبية، يعني لاحظنا أنه حتى في من بلدان الأوروبية والغربية. والله أنت جيتي وشفتي يعني. حتى العنصر النسائي متشجع فيها. هو زين فيها أنه ما فيها جري، فيها مشي. وبعدين من 10 سنوات إلى 80 سنة، يعني في شخص في أستراليا شارك معنا عمره 83، زين شارك معنا. فنحن مثل ما تقولين الشيخ محمد يحفز الأفكار محليا، وكيف أنا أحاول أنقلها إلى العالمية. مثل ما أجيب أنا أفكار من برا إلى دولة الإمارات، أنا إذا فكرة نجحت معي أحاول أصدرها. لما أنت تصدرينها إلى الخارج هاي تعطي صورة عن دولة الإمارات وتربط علاقات طيبة. فنحن نقلنا والله وفقنا الحمد لله في نقل مهرجان الرحالة بعد مرور 6 سنوات من دولة الإمارات إلى ميلانو. فطبقنا هناك بالتعاون مع الجهات الرسمية أول مرة، واعتمدوه سنوي هناك بالتنسيق مع قنصلية دولة الإمارات. أيضا الرملة محلية، كيف نحن قدرنا ننقلها إلى أستراليا. هلأ تذكرت من خلال حكيك حتى في جائزة إماراتية تصنع في هوليوود، يعني يتم تكريم إماراتي داخل نيويورك أو الولايات المتحدة الأمريكية. والله نحن جزء من هاي الأنشطة. يعني نحن عم نغزل على الإمارات تغزي العالم. نحن جزء من هذه الأنشطة بالأفكار الحلوة طبعا. الحمد لله مثل ما قلت لك البلد والقيادات عندنا هني يحفزون الأفكار المميزة ويدعمون أي نشاط بيعطي اسم لدولة الإمارات، لأن اليوم قيمة الإنسان سمعته. فدولة الإمارات اليوم عندها من أولوية ربط العلاقات والصمعة الطيبة مع دول العالم. تحدى الرمضة قلت أنه في فوائد طبية، شو هي الفوائد الطبية؟ والله فوائد الطبية عندنا طبعا، أنا ما بتكلم نيابة عن الدكتور اللي هو محمد العاصمي مستشفى الأوروبي العربي، هم عملوا بحث لبعض المشاركين أو عملوا لهم فحوصات طبية، فحوصات دم قبل وبعد، من أهمها نزول الكوليسترول، فتح شهية الإنسان تكون أكثر، النوم، تخرج الطاقة السلبية من الجسم. الطاقة السلبية أنت طبعا قابلتيه وشفتيه، هو عالميا يسمونه إيرثينج اللي هي المشي حافي القدمين، موجود لو واحد يسوي بحث عليه. ولكن الرمضة الحرارة هذه صارت تأثيرها أقوى على جسم الإنسان. في موعد جديد هلأ لتحدي الرمضة كأنه في 25؟ إن شاء الله نحن في العين، إن شاء الله بتكون في 25 أغسطس في العين. ونحن كل يوم نحاول نطور من أنفسنا، والجهات الرسمية طبعا مهتمين في الموضوع، وإن شاء الله نحاول أن نزيد عدد الجوائز وعدد المشاركين كمان. عدد المشاركين عبر المساندة الإعلامية. يعني طبعا. أنت دائما تسأليني، الحين أنا بسألش، أنت حضرتي في الرمضة في العين، شو انطباعك؟ كان انطباع كتير حلو. دائما على فكرة أنا أتابعك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أحيانا بحسك صرت صحافي. أحيانا بشعر أن عندك حس صحفي من خلال والله يتعلم شوي شوي الفيديوهات اللي بتصورها. لا لأنه فعلا حب الاستكشاف هو بشخصيتك وتقديم الأفضل والبحث عن الأفضل دائما. فينا نرجع بالتاريخ لتسلق قمة على الجمال، رحلة قمت فيها على الجمال بتسلق، يعني جملي تسلق قمة، هيدي بدنا نفهمها. مثل ما يعني. قلت لك الشيخ محمد دائما يحفز الأفكار الغريبة، الإنسان دائما الابن يتأثر بأبوه، الشعبي يتأثر بقيادته، فنحن دائما نبحث عن الأفكار المميزة اللي ممكن تعطي صورة عن دولة الإمارات. وبعد عدة جلسات طبعا احنا في البداية مكتب الشيخ حمدان محمد المكتوم
تبنى رحلة عبر أفريقيا بالجمال. صديقنا رحال يمني عمل رحلة عبر أفريقيا بالجمال وسجلت رقم عالمي كأول فريق يقطع القارة الأفريقية بالجمال اللي استغرقت سنة كاملة. نعم. بعد هذه الفكرة نحن جتنا فكرة ليش ما نتسلق قمة كليمنجارو بالجمال. طبعا في قانون تنزانيا، في قانون المحمية، في تاريخهم ممنوع أنك أنت تتسلقين أعلى قمة في أفريقيا يعني بأي نوع من الحيوانات. ولكن بعد مراسلات استغرقت، خرقتوا القانون. زين. بعد مراسلات تقريبا ثلاث شهور اجت الموافقة. اجت الموافقة وجزاه الله خير معالي اخونا محمد عبد الرحيم سعى في الموضوع وجاب لنا الموافقة من جهات معنية. شوفي الموافقة ما بتجي بسهولة، ولكن كون علاقة دولة الامارات علاقة طيبة مع اغلب دول العالم يستثنوننا في بعض الامور، فالحمد لله جابوا لنا الموافقة وكانت مهمة مش بسيطة صعبة في العيد الوطني كيف نحن نتسلق على قمة بأفريقيا وجمال جمال مش متعودة يعني الجمال متعودة على الصحراء. صح. كيف نحن لها، ولكن مثل ما تقولين قمة كليمنجارو يعني حوادثها قليلة الحمد لله. يعني هي آخر مرحلة ممكن الأكسجين ونجحت الأكسجين نقص الأكسجين آخر مرحلة طبعا تكون نقص الأكسجين، ولكن نحن كيف قدرنا فريق أخونا يعني سعيد المعمري هم تسلق قمة إيفرست. يعني أنت تدرسوا رحلتكم من كل النواحي الطبية والنفسية تتوقعوا شو ممكن يعني بتعملوا دراسة غير دراسة الخرائط والطرقات اللي بدكم تاخذوها، كمان تعملوا يعني أنه تتوقعوا شو ممكن يحصل معكم. طبعاً. من حيث طبعاً لأني أنا أخوض تجربة محسوبة علي الأخطاء، محسوبة علي شغلة ممكن أنجح فيها ممكن أنا أفشل فيها. ترتيب حول العالم بالسيارات تنفيذ وتخطيط يختلف، ونكشف أخطاءنا ونعالجها كل المراحل اللي مرينا فيها، ولكن أن نحن مرحلة تسلق أعلى قمة في أفريقيا كان معنا سعيد المعمري خبير في تسلق الجبال ومسلق إيفرست، معنا أحمد القاسمي اللي هو من اليمن اللي عمل رحلة في أفريقيا، وأيضا فريقنا أخونا عارف سويدي وشام الزرعوني وبعض الأخوان، فجمعنا كل هذه الأفكار وحطيناها يعني دمجناها في رحلة واحدة. فالحمد لله طلعنا بالجمال إلى أعلى قمة، فالحمد لله أن كانت مجازفة كلت بالنجاح، وتكلمت عنها موقع CNN الحمد لله، وكأول فريق في التاريخ مش أقول لك يعني في التاريخ سجلت باسم دولة الإمارات، حتى لو بيجي فريق بعدنا فأنت أول ناس طلعته بهالتجربة. أي هذا الاسم اللي سجل ما سجل باسم عوض، سجل باسم دولة الإمارات. بما أنه عم نحكي عن دولة الإمارات وأنت كمواطن يعني تحس بهذه المسؤولية، بدي أخذ رأيك بصعود هلأ رائد فضاء وعبر مركز محمد بن راشد للفضاء، وسوف يتم تحضير هلأ فريق ورواد إماراتيين ليطلعوا على سطح المريخ أو على سطح القمر، كيف تنظر إلى هذا الطموح؟ والله مثل ما أقول لك أن رقم واحد على طول القيادات عندنا والشيوخ الله يحفظهم دائما عندهم طموح بلا حدود، فكل يوم يفاجئونا بشغلات جديدة مهما نحن نعمل ننجز. إذا نحن خطينا خطوة تشوفينهم هم خاطوين عشرات الخطوات، فنحن نحاول نكون جزء من قامت فيها دولة الإمارات. نحن مش إلا فريقنا، إذا جيتي دولة الإمارات جيتي من نواحي الثقافية الرياضية الحمد لله كل سنة بعد سنة تسمعين يعني نتائج أفضل وأفضل، يعني نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، يعني حتى أنه متقدمين عن باقي دول العالم العربي بعشر سنوات يمكن كمان دول أوروبية. سعادة عوض آخر سؤال لك، بما أنه عم نحكي عن سمعة الإمارات الطيبة، كيف تنظر اليوم إلى العلاقات الصينية الإماراتية ونحن على أبواب زيارة للرئيس الصيني للعاصمة أبوظبي وزيارة الإمارات بشكل عام؟ والله العالم صاير في تغييرات سريعة، والصين طبعا قوة قادمة، وأنا دائما لازم أحط إيدي مع أي شخص ناجح أو أي دولة ناجحة،
بالعكس دولة الإمارات دائما تتجه إلى الأفضل وإلى النمو الاقتصادي والعلاقات الأفضل والذكاء الاصطناعي، دائما نشوفين الأمور من أفضل إلى أفضل، شيء طبيعي لأن العالم اليوم إذا ما تلحقين أنت تغيرين بتتأخرين لأن العالم متسارع. شوفي أنت السوشيال ميديا، شوفي التغييرات اللي على طول يالس تصير، فأنا لازم أواكب التغييرات اللي يالس تصير في العالم. والإمارات ما واكبت أنا بتأخر. الإمارات ليست فقط مواكبة وإنما صانعة الحدث أحيانا كما هي تجربتكم. سعادة عوض، أنا بدي أسألك، نحن اليوم نسجل في ند الشباب في منزل الوالد، في مقر الوالد، نعرف ارتباطك بالعائلة كبير، وسلامة الوالد كان يمكن يمر بتجربة بصحة يعني الحمد صحية. لله كبر السن يعني. نعم، زاركم سمو حاكم دبي شيخ محمد بن راشد، كون تربطكم فيه علاقة قرابة، قديش هذه العلاقة تحملك مسؤولية لك بالذات، وكيف تنظر إلى يعني تواضع سمو الشيخ وهذه اللفتة التي حصلت يعني بالاطمئنان على صحة الوالد؟ والله شيوخنا من أبو ظبي إلى الفجير إلى رأس الخيمة إلى كل المناطق الشارجة أم القوين يهتمون بكبار السن، يهتمون بالتفاصيل، يهتمون بالنواحي الإنسانية، يعني هذا شيء مش جديد عليهم. الشيخ محمد راشد المكتوم له علاقة طيبة وقرابة مع الوالد وعلاقات قديمة في رحلات، والشيخ والوالد أيضا تأثر بشخصية الله يرحمه الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، ولهم رحلات ولهم علاقات طيبة وأنا كنت أصير معاهم يعني. وهي المجالس نحن نتعلم منها، وأنا والدي له دور كبير في أننا أثر علينا وعلمنا ووجهنا. فالشيخ محمد رغم انشغالاته في هذه الدنيا تتفاجئين كيف يعمل شغلات يفاجئ كل الناس فيها. صحيح. زيارة الوالد يعني أن أنا دائما يعني إذا صير مناسبات دائما أنقل سلام الوالد له ودائما يسأل عنه، فزيارة الوالد كانت عملت فرحة له وهو أيضا فرح أن زار الوالد وجلسوا، لأن الوالد يحب دائما يتكلم عن القصص القديمة عن الشعر، فدائما من بينهم السجام في هذه الجلسات. الله كان الوالد فرحان هني، ولما تغدينا وطلعنا برا شكرت الشيخ محمد، قلت المشكور طال عمرك انك انت فرحت الوالد بهاي الزيارة. رد علي برد يعني اثر فيه بشكل جميل، قال هذا ابوك، هذا واجب علينا نزوره، وهذا نحن تعلمنا منه، وهذا أبونا كلنا. والشيخ محمد رغم الإنجازات والإبداعات اللي وصلها يقول يتكلم عن الوالد أنه تعلم منه، تعلم منه كونه فرق السن وأكبر، ولما رحلوا مع بعض مع أن الشيخ محمد بن راشد هو المدرس والمعلم اللي اليوم العالم كله تتكلم عن تجربته عن رؤيته الصائبة بكل الأمور. كلام مؤثر جدا. بهذه الوقفة أنهي معك كلامي، وأنه يعني الحلقة لا أريدها أن تنتهي. نتمنى لك مزيد من التوفيق في كل الأعمال التي تقومون بها، إن كان بالرحالة نادي الرحالة أو بالمهرجان أو بتحدي رمضة أو بكل المسابقات أو بالمئة قائمة المئة دولة زائرين أو سواح المئة دولة. المواطنين اللي زاروا أكثر عن 100 دولة. طبعاً أنا أشكركم وأشكر كل من ساهم معنا في هاي السنوات اللي نحن الحمد لله حققنا إنجاز فيها. طبعاً أنا ما أكون روحي مشتغل في هذه الإنجازات، في كل سواء المهرجان أو تحدي الرمضاء أو رحلتنا حول العالم، هناك فريق هم أدوا دور كبير ولهم الفضل في نجاح هذه الإنجازات، ويشكرون على كل ما قاموا فيه في نجاح والوصول إلى هاي النتائج الحمد لله. طبعا شكر لهم أيضا موصول. شكرا لك، شكرا مشاهدينا للمتابعة، نلتقي بكم بالأسبوع المقبل وبحلقة جديدة وضيف جديد، تابعونا، إلى اللقاء.